بعض الأفراد يتوهمون ويذكرون أن الموعظة يحتاج إليها العوام، يعني العام، الفكر للمثقف والموعظة للعام، يعني عامة الناس، لأن هؤلاء ألفتهم بماذا؟ بهذه الأشياء. الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، وإنما الموعظة يحتاج إليها الكل، حتى المثقف يحتاج إلى الموعظة، حتى العالم يحتاج إلى الموعظة. ليش؟ لأنه العقل وحده لا يكفي في التحريك، يحتاج إلى ضميمة القلب. الأفكار المجردة الباردة هذه لا تكفي للتحريك، العقل منطقة ذهنية باردة، القلب منطقة شعورية حارة، التحريك والتحريض يحتاج إلى حرارة ويحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى دافع. ولعله لأجل تعليمنا النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: يا جبرائيل عظني، حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول عظني لمن هو دونه بمراتب.